مشاهدي قناة شوف تي في، مرحبا بكم في هذا المباشر. كنتمنى ان هذا المباشر على الاقل يوصل المسؤولين ديال مدينة الدار البيضاء اللي ما كيعملوش المراقبة. حنا كنتواجدوا يعني في القطب المالي لمدينة الدار البيضاء، اللي كنقولوا القطب المالي. اذا هذا اهم منطقة في مدينة الدار البيضاء، وكنتواجدوا في شارع سيدي عبد الرحمن. هذا الشارع المؤدي لمنطقة الحي حسني ومنطقة عين الدياب ومنطقة الولفة الوزيز، فالشارع بأكمله ما فيش الإنارة، وهذه فضيحة من فضائح شركة ليديك اللي خاصني نقول الله يسمعهم. داس مدينة الدار البيضاء السابق ساجد هذا العمدة اللي كان سبب في التعاقد مع الشركة الفرنسية الملعونة من طرف المغاربة لمدة 25 سنة. تخيلوا 25 سنة، وهناك بعض الأحياء الشعبية كتعيش في واحد الظلام، فما بالك اللي حنا كنتواجدوا في قلب مدينة الدار البيضاء أمام القطب المالي لمدينة الدار البيضاء. الإنارة منعدمة بالمرة، هانتوما كاملين كتشاهدوا ظلام. هذه مدينة الدار البيضاء اللي كيقولوا بأنها مدينة عالمية ومدينة ذكية، والضوء ما فيهاش. اش بان لكم في هذا المشكل؟ وبالأخص يعني كاين حتى المشكل ديال الطريق اللي فيها واحد الحفار خطيرة وخطيرة جدا، شارع سيدي عبد الرحمن. لكن نقول بأن هذا القطب المالي أهم منطقة الآن في مدينة الدار البيضاء، فيها شقق فاخرة جدا، وكذلك فيها واحد المول اللي غادي تفتتح قريبا، ولكن الإنارة ما كايناش. شنو كتقولوا في هذه الفضيحة يا مسؤولي شركة ليديك ويا مسؤولي مدينة الدار البيضاء؟ ملي كنشاهدوا مدن كبرى في افريقيا، ماشي حتى في اوروبا ولا في القاره الامريكيه ولا في اسيا، غير في افريقيا، فكنلقاو مدن اللي كتعتبر الاهم المدن ديال البلدان، مثلا القاهره، مثلا تونس العاصمه، المدن المعروفه، فكتلقى كاين واحد الاهتمام كبير من طرف المسؤولين. هنا في مدينه الدار البيضاء الا كنتي بالطائره من الفوق فغتبان لك ظلام في ظلام. كتوجدوا في شارع سيدي عبد الرحمن، هذا القطب المالي اللي كيعيش في هذه الفضيحه. كنتمنى ان هذا المباشر يوصل للمسؤولين ديال مدينه الدار البيضاء. بغينا شنو نسمعوا واحد المحاسبه، مجلس المدينه يتحاسب مع شركه ليديك، فينا هو هذا الاستثمار، فينا هي الاناره، فينا راه حنا كنتكلموا في منطقه ديال المعارف، وما بين المعارف الوزيز والحي حسني والولفه، كيتواجدين في قلب مدينة الدار البيضاء في أهم نقطة اللي هي القطب المالي اللي كتشاهدوا أمامكم. الإنارة منعدمة بشكل كلي. هذا واحد شبه إنسان داخل المباشر الآن، سميتو أحمد بوفية. هذا راه أمي ومقاريش ومواعيش، داخل وكيسب وكيعاير. انت شنو دخلك في هذا الشيء؟ راه انت ليش اشنو دخلك في هذا الشيء؟ سير اخويا شي قهوه وخذ لك شي كارو وريح تما مع راسك. اما هذا الشيء راه بزاف لك باش تفهم المصلحه العامه، وباش تفهم الاشكال ديال الاناره، وباش تفهم شي حاجه سميتها مجلس المدينه، وباش تفهم شي حاجه سميتها ليديك اللي 25 سنه وهي كتمص في الدماء ديال المغاربه، ومنهم عائلتك اللي كيصرفوا عليك. هذا الشيء ما غاديش تفهمه انت، مازال باقي صغير. قلت مشاهدي قناة شوف تي في بأن هذا الشارع يعتبر رئيسي وخاص تكون فيه الإنارة، كيف جميع الأزقة والشوارع ماشي فقط ديال مركز المدينة ولكن حتى في الأحياء الشعبية. هذا شارع كيتواجد في قلب المدينة، فما بالك كيف قلت من قبل الأحياء الشعبية. إلا مشينا لمنطقة لساسفة أو سيدي مومن فغنلقاو ظلام في ظلام. إذا ما كاينش المحاسبة وما كايناش الرقابة على هذه الشركة.
سعيد سعيد ايت الشجر. شكرا صديقي. كيف قلت من قبل بان كاين الاميين، كاين الاميه كثيره بزاف. فواحد الشخص اللي سميتو احمد ولا بلاتي نشوف شنو الاسم ديالو، احمد قال بان كنشوه صوره البلاد. دابا هذا كيفاش تشرح لي بالخشيبات؟ الى عنده العقل ولا عنده الدماغ بعدا باش يفهم، لان كاين الناس ما كيفهموش هادشي، ما كيفهموش شحال داير الجوان وشحال داير قرعه الشراب، هادشي اللي كيفهموا. كاين الناس العقل ديالهم فيه شي حاجه اخرى، وكاين الناس راه كيعرفوا علاش كنتكلموا. ملي كنتكلموا على المصلحه العامه وكنتكلموا على الاناره اللي ما كايناش في المدينه ديالك، فانت كدافع على المدينه ديالك، كتنتقد من اجل الاصلاح، كتنتقد وكتبين صور على اساس ان المسؤولين يتحركوا ويصلحوا. واحد هذاك الشيء اللي عطاه الله الفامه ديالو هي هذيك محدوده، ما عندك ما غادي دير ليه. لكن تكلموا على واحد الشارع كيتواجد في القطب المالي لمدينه الدار البيضاء اللي ما فيهش الاناره، فما بالك الاحياء الشعبيه اللي اغلب الازقه والشوارع ديالها فيها شمعات ماشي طابولات.